أحصت مصالح الأمن الوطني أزيد من 7000 حالة عنف ضد المرأة في ظرف 9 أشهر فقط، أرقام تؤكد مدى تطور الظاهرة في الجزائر. الحصيلة هذه تم تقديمها خلال منتدى الشرطة الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، والتغطية كانت لزميلة نجيبة السماي. اللي تكلم علينا دور 4136 حالة. احنا البالغة المرأة من 18 سنة إلى فوق. 7375 حالة امرأة معرضة إلى العنف. نتكلم الآن على أشكال العنف، عن الاعتداءات الجسدية هي أكثر الحالات المسجلة ب 5350 حالة. تليها سوء المعاملة اللي تعرض له المرأة ب 1706 حالات. لدينا التحرشات الجنسية ب 81 حالة. لدينا القتل، حالات القتل أيضا تصل المرأة إلى القتل ب 22 حالة. الضرب والجرح العمدي المفدي إلى الوفاة بأربع حالات. لدينا الانسست بست حالات. زين المحارم بست حالات.